السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم محمد حمزة من قناة شروحات محمد حمزة. أهلا بكم متابعي الأعزاء. بقول لك، لو أنت طالب في ابتدائي أو إعدادي أو ثانوي أو في أي مرحلة تعليمية، أو حتى كنت مخلص ومتخرج وبتشتغل، واضطريتك الظروف إن أنت تسجل حاجات في كشكول يدوي أو أي حاجة من هذا القبيل، وانطلب منك إن أنت تسجل الموضوع ده على برنامج وورد او تكتبه على الكمبيوتر او على التليفون، طبعا ده هياخد منك مجهود، خاصة لو كان بحث من 20 30 ورقة او محاضرات انت فوتتها وصاحبك بعتها لك او صاحبك بعتها لك على الواتس كصورة كشكول او محاضرات، فانت عايز تنقلها بشكل تاني او بخط تاني، فطبعا هيبقى مجهود عليك. البرنامج ده بقى هحول لك الكتابة اليدوي إلى كتابة نص وورد بشكل تحفة. عشان ما اطولش عليكم، يلا بينا على الشرح. ما تنساش لايك واشتراك وتفعيل زر الجرس علشان يوصلك كل جديد إن شاء الله. يلا بينا. طبعا يا جماعة، البرنامج ده بيبقى نازل على كل التليفونات المحمول او اغلبها يعني، واللي مش موجود عنده البرنامج يقدر يحمله من جوجل بلاي. حاسب لك رابط البرنامج في صندوق الوصف تحت. بنروح نفتح البرنامج عادي، بنضغط عليه بيفتح لنا البرنامج. وادي واجهته يا جماعة، هيفتح معانا بالشكل ده. بنروح نعمل او بنضغط على كلمة الصورة اللي تحت اسفل الشاشة دي، وبعد كده بنعمل اختيار صورة. طبعا هيفتح لك الاستوديو بتاع التليفون بتاعك، بتروح تشوف الصورة طبعا اللي انت عايز تحولها من كتابة يدوي الى صفحة وورد. بنختار الصورة، بنضغط عليها بصبعنا ضغطة بسيطة كده، وبعدين بنضغط على الثلاث شرط اللي فوق دي. بص، هي لو ما جاتلكش ارجع الغيها، واضغط على الصورة بصبعك تاني، واضغط على الثلاث شرط لحد ما تلاقي كلمة استخلاص النص من الصورة. انا سبتها لك عشان تبقى انت برضو ايه، لو عملت معاك ما تقولش ان الموضوع ما مش بجد يعني، او ان كان الموضوع كده. بعد كده حدد النص بتاعك وتروح تعمل له لصق في برنامج الوورد. وده الشكل يا جماعة النهائي اللي هو الكتابة اليدوي بعد ما اتحولت لكتابة وورد بتنسيق جميل جدا، ووفرت عليك مجهود. طبعا انا بديك حاجة بسيطة كده بحيث ان انت برضو تشوف او تقيم البرنامج. وبكده نكون خلصنا حلقة النهاردة، يا رب يكون الشرح افادكم. ما تنساش بقى لايك واشتراك وتفعيل زر الجرس علشان يوصلك كل جديد، وياريت تدخل القناة بتاعتي وتلف فيها لفة كده، لعل وعسى يمكن حاجة تفيدك وتستفيد منها. ودمتم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.